هو الوطن والحب، هو الرجوع للأصل، هو الطفولة، المدرسة، العائلة، الأسرة. فدائما عندي فرح وعندي شعور بالارتياح والسعادة دائما وسط العائلة ديالي، وسط الأسرة ديالي، وسط الناس اللي كيحبوني. عكس ما كنتي البداية ديالك، كنشكرك عليها أولا، هو صديق من منذ العهد القديم، كيف كنقول ديما لا داعي لذكر السنين لأنها طويلة جدا. مرحبا بك في المغرب. تسلمي، ده بلد الثاني يعني. طبعا مرحبا بك في المغرب، وان شاء الله تدوز عطلة جميلة معنا ان شاء الله. بالنسبة للأخ انا جود وكرم. ديما كنبغي الاسماء القصيرة اللي هي فيها جوج ثلاثة حروف، بحال حروف هكا شادي غالي جود. وانا الحقيقة عمري ما فكرت باش ندير في يوم من الايام سيرتي الذاتية، ما عمري ما جاتني الفكرة هذه لدماغي، او نشوف مثلا يمكن فيما بعد رحيلي يمكن. هذه سنة الحياة. يمكن غادي نكتب بعد الاشياء المهمة في حياتي، يمكن بعد هكا يمكن تؤخذ لكن جميع الحالات هي حياتي عالمي، الناس عارفة كل جميع التفاصيل الموجودة في حياتي، إلا بعض الأسرار اللي كتبقاتي كيسموها لو جاردان سكري، يعني ديال كل واحد اللي هو اللي هو الحاجات الخصوصيات. إنما المراحل حياتي هي معلومة عند الجميع، خصوصا عند المغاربة، لأن المغرب عارفين أنا عندي 9 سنين إلى الآن، فكلها حقب مختلفة، فتنظن أنه في يوم من الأيام يمكن شي حد